مسيكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ليلتكم سعيدة ونهاركم مبروك. حلقة جديدة من برنامج مع مصطفى وأسامة. اليوم عندنا مجموعة من الملفات اللي هي تهم الملف أو تهم القضية الليبية، وإن كانت لها علاقة حتى بالطابع الإقليمي، لكن على أي حال هي مرتبطة بالقضية الليبية. مرحبتين بك أسامة. أهلا أخوي مصطفى، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. طبعا اليوم كان في حدث بارز جدا يا أسامة، حدث من اجتماع البرلمان في طرابلس وبداية الغزو على طرابلس، ونحن ننتظر هذا القرار بفارغ الصبر. اليوم صدر هذا القرار، خلينا نشوفه فيديو نعرضه ونشوفه شن هو القرار هذا. مخرج لو تعطينا الفيديو الأول. الإيجاز الصحفي الأسبوعي لمجلس النواب الليبي. بداية أترحم على الشهداء الأبرار الذين يسقطون دفاعا عن بلدهم ووطنهم ودولتهم المدنية، وأدعو الله الشفاء للجرحى والمبتورين، وأشد على أيادي الرجال والأبطال الصامدين في الجبهات دفاعا عن مدنية دولتهم ورفضا لحكم العسكر والانقلاب على الشرعية. عقد مجلس النواب الليبي اجتماعا دوريا يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019 بمقره بطرابلس بقاعة رخسوس، وبعد النقاش المستفيض في بنود جدول الأعمال اتفق الحاضرون على الآتي: 1- التصويت بالإجماع على إلغاء قانون رقم 1 لسنة 2015 القاضي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي وإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته. 2- تأجيل انتخاب رئيس الديوان إلى الأسبوع القادم. 3- القرار طبعا كان إلغاء منصب القائد العام اللي استحدث البرلمان اللي انعقد في مدينة طبرق، واليوم تم إلغاءه بجلسة من أعضاء البرلمان اللي اجتمعوا في طرابلس بناء على بنود الاتفاق السياسي. أسامة، انتظرنا هذه الخطوة كثيرا، لأن القرار هذا اللي عدل أو القانون اللي عدل البرلمان هو من أعطى لحفتر شرعية تمسكت بها بعض الدول اللي هي ضد مسار الحرية والديمقراطية لشعب زي الشعب الليبي. بسم الله. مصطفى، المشهد يبدو لي فيه في كثير من الكوميديا بصراحة. أنا والله أنا مشفق على أساتذة التاريخ اللي بيدرسوا الأجيال القادمة. شن بيكتبوا؟ شن بيقولوا؟ شن بيكتبوا؟ يعني بغض النظر عن وجود البرلمان وشرعيته، هل حفتر إلى هذه اللحظة هل كان قائدا شرعيا؟ اصلا تنصيب حفتر ك ك كمسؤول كقائد للجيش، او هذه نكته في حد ذاتها. تنصيب رجل انقلابي انقلب على الشرعيه في الدوله وانقلب على النظام الديمقراطي، ثم يقولون لنا ان هذا سيكون قائدا للجيش. هذه مسألة مضحكة في الواقع. هذا في أي دولة تحترم نفسها مكانه في السجن. هذا رجل انقلب على شرعية الدولة. ثم إن هذا البرلمان أصلا بغض النظر عن كون جزء منه صار ينعقد في طرابلس وغيرها، هذا البرلمان على الأقل الموجود في المنطقة الشرقية الآن، هل هو يحكم فعلا؟ هل عنده سلطة فعلا؟ يعني أنت تعرف قصة الحاشم تاع العكوز هذا اللي يسكر في البرلمان لما ما تعجباش الجلسة، والرجل هذا غالبا هو لا، يعني هذا الرجل هو ليس سياسيا، هو ليس عضو برلمان، هو ليس مسؤولا، هو مجرد إن هو مأجرين من الأرض اللي مبني فيها البرلمان أو حاجة زي هيك، يعني الفندق اللي هو يجتمعوا فيه. عرفت متاع العكوز هذا؟ أكيد أبو عكوز الليبي مسمينا الليبيين يعرفوه كلهم. فبرلمان بهذه الصورة من المضحك أنه يعطي شرعية أصلا لحفتر لتنزع منه الآن. ثم إن البرلمان مثلا يحكي التكبالي، يتذكر علي التكبالي هذا عضو البرلمان اللي بالمناسبة أمس عنده فيديو يقول الشرعية مش كويسة لنا إحنا كليبي، ديمقراطية مش كويسة للليبيين أو حاجة زي هيك، أظن موجود عندنا الفيديو اليوم. هو فعلا تعرف ليش؟ لأنه وصلت واحد زيه هو أن يكون في جسم تشريع. التكبالي في لقاء سابق قال إحنا ما نقدرش نقابله حفتر لين نستنوا بالأوقات الساعات الطويلة وبعدين يفتشوا فينا وياخذوا منا في موبايلاتنا وكذا. فتخيل أن هذا البرلمان هو خاضع، يعني هو يخضع للشخصية اللي نصبها، للشخصية اللي البرلمان عينه قائد للجيش. عرفت كيف؟
فعموما ان سحب هذا الـ 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 القرار اليوم هو عمل موفق جدا بغض النظر عن الكوميديا اللي صايره كلها، ولعله يكون له اثر. يعني اتمنى انه يكون له اثر فعلي على الواقع على الارض. يعني طيب اسامه، باش ناخذ الموضوع من بدايته وباختصار، يعني حفتر لما اطلق العمليه متاع عمليه الكرامه وحاول انه ينقلب هنا على الشرعيه في طرابلس وما وقفوا معاه حد ومشى للمنطقه الشرقيه واستغل بعض الظروف المعينه اللي غادي وحرك معاه مجموعه، كان لمده 5 أو 6 شهور تقريبا او 7 شهور يتحرك بدون ما يكون عنده اي غطاء شرعي او قانوني، يعني ما عندهاش اي سبله يتحرك بها سوى انه هو واحد من ضباط الجيش دار معاه مجموعه ويقاتل. فاخترعوا له جماعه البرلمان شيء اسمه القائد العام. نعم باهي. طبعا القائد العام صلاحياته محدوده جدا، في وجود حاجه اسمها القائد الاعلى وفي وجود حاجه ثانيه اسمها رئيس الاركان. فهو يعني ما عادش يديروا فيه في الجيوش، لان اصلا لا تعرف رئيس اركان لا تعرف قائد اعلى، فما عادش في ليه داعي. واخر واحد مسك المنصب هذا في ليبيا من ايام القدافي كان بكر يونس جابر، وبعد تالي هنا حطوه من اللجنه المؤقته للدفاع اللي قعدت ل 2011. الكلام هذا ممكن من بدايه الثمانينات ونهايه السبعينات. لما جاء المؤتمر الوطني كان فيه قبل موضوع الشعب المسلح وكذا، فعدلوا داروا قانون اسمه قانون خاص بتحديد صلاحيات المستويات القياديه في الجيش. القانون هذا اللي هو قانون رقم 11 لسنه 2012 عدل البرلمان في سنه 2015 باش يتيح لحفتر تمام جزء من الشرعيه في بدايات 2015. استحدثوا فيه منصب القائد العام باش حفتر يقعد قائد عام، بالتالي يبدا في هذيك الفتره مع الانقسام على الشرعيه وقبل حتى حكم المحكمه يبدا حفتر عنده منصب يقدر يتحرك به. الان نفس البرلمان اللي دار القرار هذا هو نفس البرلمان نعم اللي نزع هذه الصفه. صحيح. الان اللي قاعدين بيقولوا قائد عام والله اللي قاعدين بيعتبروا ان حفتر عنده شرعيه من البرلمان او كذا، هو البرلمان نفسه نزاع على الشرعيه. وما تقوليش في جماعه يجتمعوا في طبرق، لان الاتفاق السياسي يقول ماده 16 17 18 منه ان اعضاء البرلمان يجتمعوا في طرابلس واي واحد يتخلف يجي واحد بعده وكذا ويستمروا في عملهم مع المجلس الاعلى للدوله. الان هذا هو الاتفاق السياسي نص ان الاجتماع يكون في طرابلس. ايه ايه لانه هو هذا الجسم الوحيد التشريعي، يجتمعوا بناء على المواد دي ويبدوا في شغلهم زي ما منصوص عليه في الاتفاق السياسي مع المجلس الاعلى للدوله. فالان نزعت هذه الصفه. وبالمناسبه هذا هو سؤال الحلقه، يعني بعد القرار اللي اصدر البرلمان رايكم في هذا القرار؟ هو بالمناسبه مصطفى في سياق قصف المواقع المدنيه اللي احنا زي قلنا قصف حي الاكواخ وقصف المطار المدني وقصف مواقع في تجورة وفي زاوية وفي غيرها، قصفت أيضا قاعة البرلمان، قاعة ريكسوس، هذه معروفة بقاعة ريكسوس في غابة النصر، وهي مكان مدني في الواقع. أنت تعرف أن البرلمان جزء جسم مدني يعني مش جسم عسكري، لكن وكأن هذا القصف كان خوفا أو إيذانا بأن هؤلاء سيكونون أعداءه، ويعرف أن المجتمعين في هذه القاعة ربما يقدروا يسحبوا البساط من تحته بقرار زي القرار اللي صدر اليوم. الآن أنا في سؤال محيرني، موقف المؤيدين لحفتر واللي كانوا يتمسكوا بشرعية البرلمان، الآن شو موقفهم من هذا القرار؟ هم على الأرجح، أنا ما نعرفش طبعا، لكن على الأرجح حيقولوا أن هو الآن في برلمان، يقولك المجتمعين في طرابلس ما يمثلوش البرلمان. طبعا ما يقدروش يعرفوا علاش، هم حيقول لك لا البرلمان هم جماعة عقيلة صالح وجماعة اللي يقدر يلزهم الحاج بوعكوز هذا أنت ما يبي. وكتلة السيادة المصرية كتلة السيادة الوطنية اللي منها النائب زيادة غيم، زيادة غيم اللي قال احنا نبو نعطوا النفط لمصر اللي بوه ياخذ في مرتب تقاعد من السفارة الليبية في القاهرة 15,000 دولار. اي اللي دار مرتب كبير لوالده، واللي ومنها ايضا النائب نسيت اسمه، كتلة السيادة الوطنية اللي مشى لروسيا لتذكر يطالب الروس بالتدخل في ليبيا، نائب عن كتلة السيادة الوطنية أيضا. تخيل سيادة وطنية ويطالب بالتدخل، ما شاء الله، يعني الأغلبية نجوم، لكن الأسماء والله حتى لو تذكرت يعني لا يشرفني أني أذكره. على أي حال أعطونا المادة اللي بعدها يا مخرج. جلال القب يقول هام خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح، أعضاء مجلس النواب اتفقوا بالإجماع في جلسة اليوم بطرابلس على إلغاء منصب القائد العام للجيش الليبي، وبهذا يلغى هذا المنصب الذي أعطى وبدون وجه حق للعميل العجوز الأسير حفتر
ويبقى كما عرفناه قائد ميليشيات بدون أي شرعية تذكر. هم عموما مصطفى الشرعية ما يدوروش فيها هلبة على الأرجح، يعني لأنك أنت تعرف أن ما يعرف بعملية الكرامة، هذه العملية الإجرامية اللي قامت اللي انطلقت في بنغازي وقتلت الأبرياء وكذا، بدأت دون يعني دون غطاء شرعي. البرلمان لاحقا، البرلمان بتاع الحاج بوعكوز هذا لاحقا قرر أن يعطيها الغطاء الشرعي. حتى الحرب على طرابلس قررها حفتر بروحها من كيف، وبعد بداية الحرب البرلمان قرر أن ما هي إعطاء المنصب ده لحفتر حيخليهم يتكلموا بأنقوية أن رأى البرلمان اللي زمان اعترفت بمجموعة كبيرة من دول العالم أنه هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا. خلاص حفتر بدأ عنده شرعية، يعني بدأ فعلا التحرك متاعه عنده غطاء شرعي. الآن أنت تحرج في خصومك اللي قاعدين يدعموا في خليفة حفتر، نحكي على الخصوم الدوليين. صحيح. الآن لما مصر تبعت حاويات سلاح عن طريق البر وعن طريق البحر وعن طريق الجو، هي والإمارات والسعودية وفرنسا وباقي المرتزقة اللي موجودين في 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 بعض الدول الشرق أوروبية ويسيروا جسور جوية وغيرها وصلوا سلاح، الآن ما عادش يوصلوا فيه لشخص يقدر يدافع عليه يقولوا راهو عنده شرعية. الآن الشرعية نزعت، هذه خطوة كويسة وممتازة جدا. فالموضوع مش متعلق بشرعية حفتر أو بشرعية عملية الكرامة وإن هي فعلا عندها. الكلمة اللي قالها جلال القبي كلمة يعني تختصر كل الكلام ده، اللي أعطت لحفتر وبدون وجه حق. صحيح. يعني هو ما عندهاش حق فيها هذه. وعقيلة صالح عرضنا حتى في البرنامج قبل فيديو يقول فيه أنا درت حد الجهد باش ندعم عملية الكرامة. نعم. واستحدثنا له منصب القائد العام، يعني هو دارها على عيون خليفة حفتر، فبالتالي الآن نزعت منه الصفة. هذه مفترض أن يجي بعدها خطوات أخرى تخدم نفس الموضوع، خاصة أن اللي بيتكلم على خليفة حفتر في جديد توا ما عادش يقدر يقول قائد عام زي ما يقولوا عليه بعض الدول الآن ومعترفين به، ويحاولوا أنهم يدخلوه لي يعني يدخلوه في المشهد الليبي من باب السياسة. نعم. توا حاليا ما عادش أصبح عنده أي صفة ومنزوع عليه الصفة، وهذه خطوة كويسة، لكن يفترض أن تجي بعدها عدة خطوات. نمشوا للمادة اللي بعدها يا أسامة. طبعا هذه لها علاقة بتقرير عرض على التلفزيون الرسمي الفرنسي وفي بعض المعلومات القناة الأولى الفرنسية، القناة الأولى الفرنسية، في بعض المعلومات من يعرف يا أسامة وصفاتك أولا أن قالوا أن الرئيس الفرنسي بعد عرض التقرير استدعى الصحفية اللي دارت هذا التقرير وأبدى استغرابه أن كيف يعرض عليه قناة فرنسية بهذه الطريقة. أنا المعلومة مش متأكد منها، لكن من ضمن المتوارد في أو ما تبع عرض هذا التقرير. خلينا للأسف التقرير ما لقيتهاش إلا باللغة الفرنسية، حتى ما لقيتش منه نسخة بالعربي أو بالإنجليزي، فكان فاعتمدت على يعني الترجمات اللي نشرت. تمام. يقول تقرير مهم وأثره في الرأي العام الفرنسي والحكومة الفرنسية، تقرير مرئي حصري للقناة الأولى حول بسالة مقاومة الجيش الليبي للقوات الغازية وكذا، ويتحدث عن بعض النقاط اللي وردت في التقرير. يقول رقم واحد، جولة في جبهات القتال وتوثيق أن مقاتلين حكومة الوفاق هم من قاتل قوات القذافي الذين دعمتهم فرنسا عام 2011. وهذه تدل على أن القوات اللي الآن لو ما كانتش غير القوات اللي قاتلت 2011، معناها فرنسا في هذه الفترة كانت تدعم في مجموعات مسلحة أو ميليشيات أو إرهابيين، فبالتالي هذه تمثل سقطة للسياسة الخارجية الفرنسية حتى وإن كان الرئيس ماهوش نفسه. وقاتلوا داعش في سرت ويقاتلون اليوم قوات حفتر المدعومة من فرنسا. هذا كلام عرض على القناة الأولى الفرنسية. الثانية، زيارة سجن الدواعش ومشاهدة أخطر الإرهابيين تحت حراسة قوة الردع وتسجيل رسالة خاصة من أحد الحراس موجهة لماكرون، مفادها أن الحرب التي تدعمها قد تؤدي إلى خروج أخطر الإرهابيين من السجن وذهابهم مع الهجرات إلى أوروبا. رقم ثلاثة، مرافقة حرس السواحل والاطلاع على جهودهم ونجاحاتهم في منع الهجرة غير الشرعية وزيارة مقرات الإيواء الخاصة بهم ومشاهدة فجوة كبيرة في سقف السجن أحدثتها قنابل حفتر وهي تسقط على رؤوس المهاجرين المحتجزين الذين سوف يخرجون في أي لحظة ويتجهون نحو أوروبا بسبب حرب قوات حفتر المدعومة من فرنسا. هذه نقاط ربما تمثل زي ما نقوله، يعني يقولوا للشبين الكف الطلياني اللي هو تضرب بيدك هذه ويدك نفسها بالقفار.
علي هو مصطفى لماكرون وسياسة الخارجية. هو تقرير زي هذا أنا أظن أنه سيؤثر في سياسة الإليزي بشكل كبير جدا. أنا قرأت في بعض المدونين كتب معلقا على هذا يقول أن أثر هذا التقرير سيكون أكثر من كل جهود وزارة الخارجية. ولما قريتها تفكرت قلت أكيد مصطفى هيعجب تعليق زي هذا. ففعلا أنا أظن أن مجتمعات زي المجتمع الفرنسي اللي الشعب أو الناس يكون فيه ليهم تأثير على الحكومة، ليهم تأثير على صناع القرار، بعد تقرير من هذا النوع سيكون ضغط كبير على أظن هذا سيكون فيه ضغط على الحكومة أو على صناع القرار في فرنسا. طيب، في حتى حاجة ثانية سبقت هذا التقرير منذ بداية الحرب، وأيضا الكلام اللي نشر عليه أن مجموعة من القوات الخاصة الفرنسية التابعة للمخابرات الفرنسية غادرت وتم إلقاء القبض عليها على الحدود الليبية في تونس. فكان في من بعض أحزاب المعارضة في البرلمان الفرنسي بعض الكلام مضاد لسياسة ماكرون، وأنه هو يجب أن يوضح ما الذي يفعله في ليبيا، لأن بحسب مشافة الأحزاب دي أن سياسات ماكرون قد تضر بالمصالح الفرنسية في ليبيا على المدى البعيد. يعني هم يتحدثوا، لأن هم أصلا في البداية يعني باش تكون الصورة واضحة، هم لا يؤمنوا إلا بمن يؤمن مصالحهم، يعني اللي بيحافظ لهم على فلساتهم وتعاملاتهم على شركاتهم النفطية العاملة في ليبيا هو اللي حيتعاملوا معه. طبعا بالتالي هم يوجهوا في رسالة لماكرون، راك يا ماكرون تدعم في حفتر اليوم بعد غضوة مرات يخسر الحرب، فأنت راك بتخلينا بحر الطبيخة زي ما يقولوا يعني أنت راك مصالحنا هدانا حتلعب فيهن لو انتصر طرف الآخر على حفتر، وأنت قاعد تدعم في حفتر بكل قوة، فراك أنت حتؤدي إلى ضياع المصالح الفرنسية في ليبيا. طبعا هم يفكروا في المصالح فقط مصطفى. هذه المفروض الخارجية متاعنا كانت تلعب عليها أكثر من هكي، لأن دائما لما تلقى حكومة معارضة لسياساتك أنت دائما يتجهوا بطريقة أو بأخرى لأحزاب المعارضة باش يضغطوا على الحكومة هذه وتجي للطريق. هو طبعا أنت مدام كلام على الخارجية معناها شورك يعني، لكن خلينا نقوله بس أن قطعا أنا مؤمن قطعا أن فرنسا يعني مصالح شركة توتال في ليبيا أهم عند الفرنسيين من أي مواطن ليبي، أظن هذا كلام مفروغ منه، لكن أظن أن هذا الوثائقي سيكون له تأثير مهم جدا في الضغط على المسؤولين في فرنسا. لكن إذا تبعات جهود دبلوماسية ليبية، يعني مش أنك أنت تعول والله على أن الفرنسيين ممكن يطلعوا ديروا ثورة ولا مظاهرات قدام الإليزي ويقولوا له ماكرون بطل دعم حفتر، يعني هذه يعني من سابع المستحيلات، يلزمها بعض الضغوط الدبلوماسية من الحكومة الليبية الخارجية أو غيرها عشان تستمر أكثر في الضغط على الداخل الفرنسي، واللي ممكن يغير ولو حتى جزء بسيط من سياسات فرنسا تجاه ليبيا. نمشي لموضوع آخر أيضا مهم ويجب التطرق ليه، أعطونا المادة اللي بعدها يا مخرج. طبعا هذا بعد المبادرة التي أطلقها السراج، ولكل الناس اللي كانوا يتساءلوا، أنا أمس يا أسامة قلت أن الأيام الجاية ربما هي اللي تحمل إجابات على فحوى المبادرة. طبعا السيد رئيس الحكومة طلب بتوفير كامل الدعم اللي تحتاجه جبهات القتال وقوات الجيش. فالآن خلي نقروا التغريدة هذه أو التدوينة هذه للسيد عبد المالك المدني ناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول يا ما جايهم من دق وصول كامل قوات المجلس العسكري الزنتان إلى محاور القتال، سرية من الردع مجهزة تجهيز كامل وقوي تمركزت في أحد المحاور، وفي بداية تمركزها تمكنت من تدمير مدرعة إماراتية بها 9 من ميليشيا المتمرد، الآليات الثقيلة تصل تباعا للعاصمة طرابلس من أجل تعزيز محاور القتال، ويقول مسح كامل للقرامطة بإذن الله. هو في حديث كثير مصطفى في مواقع التواصل الاجتماعي عن دعم وتعزيزات وصلت اليوم تحديدا، هو من الأمس بالمناسبة كانت تصل بعض هذه التعزيزات على شكل عتاد وغير ذلك، وحتى الأفراد وكذا وصلت تعزيزات كبيرة، لكن يبدو أن في نوع من التكتم الإعلامي، ولعل من الحكمة أن لا تحكى كل التفاصيل في هذا الموضوع يعني. طيب خلينا نمشي للتغريدة اللي بعدها. جلال القبي أيضا يقول الزنتان تخرج بقوة كبيرة في طريقها للمحاور،
لا ننشر الصور والفيديوهات لأسباب خاصة والأخبار طيبة يا أحرار، وننشر هذا لنطمئنكم ونبشركم كما وعدناكم. حي الله رجال الوطن، النصر قادم بإذن الله. نعم، هو هذا هذا في كثير من الذكاء، يعني من الحكمة لا ننشر كل شيء، لا ننشر الفيديوهات والصور وكذا، لكن نعم تطمينا لكل الناس اللي قلبها على طرابلس واللي تفكر في طرابلس، نقولوا أن التعزيزات وصلت بشكل جيد جدا، وأظن أن الساعات القادمة حبلة بالأخبار يعني. طيب نمشوا أيضا للمادة اللي بعدها. قبل ما نمشوا يا أسامة، عجبتني ناحية أن نفس النقطة اللي تكلمت عليها أنت، أنه هو لم يبين شكل التعزيزات، يعني نعم، لم يصور القوة ولم ينشر أي فيديوهات للقوات التي نزلت كدعم. المصور والإعلامي المعروف علي الراجحي يقول هذا ما جاء به مشيرهم، جايكم بالدمار والتهجير وسفك الدماء. صورة رائعة جدا ينتصر من طرابلس التي نحب. لا حول ولا قوة. أتمنى من كل الناس اللي ما زالت تفكر في مساندة ميليشيات خليفة حفتر أن تنظر لهذه الصورة أو أن تفكر أن هذا الذي أتى به يشوفوا شن صار في عين زارة وفي قصر بنغشير وفي يعني طريق المطار، كل هذه المناطق التي دمرت دمارا شاملا، وقبلها شن صار في بنغازي وشن صار في درنا، كل هذا بفعل هذه العصابات الإجرامية. يا أسامة خلينا بس الصورة، معلش الصور هذه طبعا من أثار القصف الأخير على منطقة تاجوراء، يعني هاي كمية الدمار هذه مانيش عارف من دخل بيته فهو آمن، وين موقعها من الإعراب بالضبط. وقاعد نكرر دائما في نفس النقطة، اللي قاعد في طرابلس واللي قلنا بين قوسين أمس وسامة قلنا سميناهم الدمبيات، شن طبيعة اللي قاعد في راسك داخل؟ هل هو دماغ زي دماغ باقي البشرية أو عندك شكل آخر من أشكال الأدمغة إحنا ما نعرفه شيء؟ فقول لي كيف تفكر إذا كان مشيركم قال من دخل بيته فهو آمن، وحتى من دخل بيته فهو لم يأمن يا أسامة، فمنيش عارف وين الشعار اللي رفعتوه وطبقتوه صح. هم معلش مصطفى، هم أكيد عندهم عقول ويفكرون بها، لكن بعضهم تخدعه الآلة الإعلامية وبعضهم ما يفكرش صح من الأول. لكن اللي نبغى نقوله يا مصطفى إن من الحكمة إن الإنسان لو اكتشف إنه هو في طريق الخطأ ببساطة أن يتراجع عن رأيه وأن يفكر بطريقة جديدة، وإن لا بأس من أن يعترف بخطأه، يكتشف إنه كان يدعم الطرف الخاطئ. على ذكر من دخل بيته فهو آمن، المدون المشهور حسام لحيشي عنده سلسلة تدوينات طريفة جدا اليوم، مش عارف طريفة ولا مؤلمة، لكن لعله من باب شر البلية فيما يضحك يعني. حاط صور مثلا محلات مكسرة هيك، محلات مدمرة في جيت عين زارة، وكاتب عليها من دخل دكانه فهو آمن. حاط صورة بيوت مدمرة وكاتب من دخل بيته فهو آمن، وعلى هذا النسق يعني كاتب مجموعة من التدوينات. حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة أنهم لم يأمنوا، يعني حتى الخيل، حتى الحيوانات أكرم الله الحضور والمتابعين والمشاهدين لم تأمن. نعم. شفنا قصف الطيران في محيط منطقة جدايم والمتنزه اللي تم قصفه. مشوا لي موضوع آخر أيضا مهم جدا، خلينا نشوفه الفيديو الجاي. ثم هذه الديمقراطية، الكلمة الجميلة التي يريدها كل أحد. يا سادة، الديمقراطية خلقت في الغرب وليست لنا، حتى إن كنا ندافع عنها بالطريقة العدنى فإننا نعلم أنها لن تشتغل في ليبيا بالذات. ثم أنكم أيها الناس تتكلمون عن الديمقراطية، هل تستطيعون أن تتحملوا تبعات الديمقراطية؟ هل تستطيعون أن تتحملوا أن تأتي ابنتكم أو ابنكم ويفعل ما يشاء مثلا، أو أن يفعل أي شخص آخر ما يشاء ولا تستطيع أن تفعل شيئا؟ لا سبحان الله، يعني مش عارف كيف عصر دماغه وطلع بالفكرة هذه. هو في موضوع والله العظيم أترفع أني أذكر تفاصيله، لكن أدعو الجميع أن يبحثوا عليه وهم حيعرفوا تفاصيل الموضوع. هو لأن لا ما ندعوهمش حتى أن يبحثوا عليه، مش هذا موضوع. لا غير شوية يا أسامة، دقيقة بس دقيقة. مش هذا موضوع، باغر دقيقة دقيقة باغر دقيقة دقيقة يا أسامة. تفضل. زمان أطلع في لقاء في قناة ليبيا الحرة
وتكلم عليه موضوع له علاقة بالحريات اللي توي يتكلم عليه، يقول ابنك يدير أي شيء وأنت ما تقدرش تكلمه، وابن وبنتك تدير أي شيء وما تقدرش تكلمها، وطالب بشيء معين يدرس في المناهج، وقال أنا ما عنديش أي مشكلة أن حتى بنتي تدرس هذا الكلام، فيشوفوه وبالتالي يتكلموا عليه. مصطفى بالله عليك، احنا مشكلتنا مش استقبالي شخصيا. الحاجة الثانية تفضل. انت انا الضيف تفضل استاذ مصطفى، شو ما رايك في هذا الفيديو يا استاذ مصطفى؟ ما انا تو بنقول لك تفضل، ما رايك في هذا الفيديو؟ قول. ما انا بنقول لك على حاجة مستبدا بها في النقاش، ما هو انا في البداية اعطيت ناحيتي هنا في الفيديو، وتو بنوجه لك انت الكلام باللي انت تبي تحكي فيه. لما اقول الديمقراطية احنا ما تمشيش معانا وخلقت للغرب، يا سيدي اقلب وجهك من ليبيا وبرا للغرب، عيش معاهم غادي وخلي لنا احنا نبوا الديمقراطية. ايه هو مصطفى زي خد الديمقراطية متاع الغرب، زي ما كنت نقول لك احنا الموضوع الفيديو هذا مش شخص التكبالي يعني، لكن الموضوع مثلا قوله ان الديمقراطية لم خلقت للغرب وليست لنا، هذا كلام خطير جدا في نظري. يعني ما هو مقابل الديمقراطية عند ضد الديمقراطية؟ اوكي احنا الديمقراطية ما تمشيش معنا، شنو اللي يمشي معنا؟ هل يقصد الدكتاتورية مثلا؟ هذا المفهوم، هذا اللي فهمته هنا مثلا. أنا أخاف أن هذا الكلام يكون في عقول كثير من الأحبة الليبيين اللي هم مناصرين لهذا الطرف أو ذاك. وأنا للأسف كثيرا ما نسمع من بعض الناس قصة والله إحنا ما نمشوش إلا بالأعصاء، وهذه بصراحة قصة سخيفة جدا ومش منطقية في الواقع، لأن قال الديمقراطية لن تشتغل في ليبيا. يا مصطفى لن تشتغل في ليبيا، تخيل ان كأن الديمقراطية جهاز او something هيك في الغرب تشتغل وتجي هنا تفسد، عرفت؟ وبعدين عنده تصور ساذج جدا للديمقراطية. هو ما قالش الديمقراطية ان يختار الناس من يحكمهم مثلا، او ان ما يستبدش حاكم بكل القوانين، او ان مبدأ فصل السلطات، أو كل الأفكار المتعلقة بالديمقراطية. هو رأى ظن أن الديمقراطية أن ابنك أو بنتك أو أي شخص هو قال يفعل ما يشاء دون أن يقدر حد يحاسبه أو يكلمه، ومش هذه الديمقراطية أبدا. هذه علمانية تقريبا أو حاجة جزء من العلمانية هيك، ما نعرفش مصطفى، لكن أنا أعرف أن مش هي هذه الديمقراطية. إحنا اللي نبغى نقوله توا أن هذا المفروض أنه هو عضو برلمان، ووصل للبرلمان هذا بالمناسبة بالديمقراطية. الرجل هذا الديمقراطية هي التي أوصلته أن يكون عضوا في البرلمان، هي اللي جعلت له هذا المنصب. أنا أستغرب من رجل وصل بالديمقراطية واليوم يقول أن الديمقراطية لا تصلح لنا، وأستغرب أيضا من المذيع اللي استضافه، علاش ما قالاش طيب إيش اللي يصلح، ما الذي يصلح لنا، قول لنا شين الحل كيف نديره؟ لأن كلام زي هذا كلام خطير جدا، رغم مش المفروض أنك تكون في طرف. أطلعها في قناة تلفزيونية ويقول في كلام زي هذا هو جزء من الديمقراطية. نعم صحيح، هذا نوع من الحريات التي تكفلها الديمقراطية يعني، لكن بصراحة هذا كلام صادم جدا، صادم أنه يجي من رجل برلماني، والمؤلم أن هذا قد يصدقه وقد يؤمن به كثير من الناس اللي هم أتباع هذا التيار، وهذا في الواقع شيء مؤلم جدا. احنا نحارب يا مصطفى زي ما قلت لك من أجل معركة الوعي، من أجل جعل الناس يفكروا إن حريتهم هي الأغلى، إن الحرية أهم من الماكلة والشراب، إن لازم يؤمنوا إن لا شيء يعلو فوق أن يكون الإنسان حرا. لكن للأسف تجد نماذج في المجتمع، وللأسف نماذج يعني ذو مناصب، ما زال يظن إن الديمقراطية شيء سيء جدا. وزمان لما خشيت لي صف أول في سنة 96، طبعا خشيت لي صف أول كان عمري 5 سنوات، ما شاء الله أكيد كنت ذكي. لا ما شاء الله علي حتى تو قاعد ذكي. المهم قرونا قصة، يعني هذه زمان كانت تدرس في المنهج، فمنش عارف الآن التكبالي يعني كيف يقول في كلام زي ده. قروا فينا في قصة أن في عيل صغير لقى عصفور وحطه في قفص وبدا يوكل وشرب فيه، فلقى أن العصفور لا يأكل لا يشرب، يعني زي ما تقول واخد عليه خاطرة، فشكله كلم بوه أو كلم أمه، هذا يعني مكتوب في المنهج يعني، فقال له كيف معناه يعني نوكل فيه ونشرب فيه وهو مبيش ياكل وكذا، فقال له يا ولدي اطلق الحرية عند العصفور أغلى من أي حاجة تانية. فأنا نقول لنفس الناس اللي قاعدين يحسبوا أن راهو القصة كلها في أن اللي يحكمك يوكلك ويشربك ويحط لك فلوس في المصرف، ما تخليش العصفور خير منك. صحيح. بالمناسبة يحيى حقي
عنده قصة قصيرة للأطفال، هي للناشئة جميلة، اسمها النمور في اليوم التاسع. يحكي أن شخص سجن نمورا هيك ومنع عليه الطعام، قصة طويلة أصلا أيضا تحكي فكرة الحرية. واكتشفت أن بعض المدارس تدرس، بعض المدارس للأسف مش الليبية، تدرس هذه القصة للأطفال. فكنت نتمنى أن أيضا مدارسنا تهتم بهذا النوع من الأدب اللي يعزز مفهوم الحريات، الذي يعني يحط في عقل الطفل من لما هو صغير أن حريته مسألة مهمة جدا. والحاجة الثانية أن نراه اللي وكل فيك وشرب فيك راه سلب حريتك، فأنت ما تقدرش تستغنى على كالك وشرابك، وفي نفس الوقت تقدرش تطلع عن طاعة، لأن لو طلعت عن طاعة حيمنع عليك لكال. يعني بصفة عامة لازم تفكر تقول إن ما تصنع الجيل يهتف حفاية نمشوا شور الكيش نموت والمشير يعيش، ولا جيل يهتف شني علشانك يا بات خميس نمشوا للنار كردس، تماما، إن ما تموتش علشان ديكتاتور ببساطة، وما تموتش على خاطر حد يعني. صحيح، حتى ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أنت لنفسك الحاجة اللي لنفسك أنت وتأدي بك للهلاك ما تديرهاش، مش تمشي تموت على خاطر واحد تاني. يعني إذا كانك أنت ما تبيش تقتنع بكلام سميهم ما شئت، مانيش حاط صفة لأرواحنا، سيدي بيننا وبينك كلام ربي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نمشوا للمادة اللي بعدها أيضا تحمل موضوع مهم ومهم ومهم جدا. طبعا اليوم كان في خبر بصراحة أليم جدا جدا على أي واحد يعرف معنى أن يتحرر شعب من قبضة الاستبداد والديكتاتورية. أول رئيس مصري منتخب اليوم يتوفاه الله عز وجل في قاعة المحكمة. اليوم انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي. طبعا جزء كبير جدا من العاملين في جامعة طرابلس يعرفوا من هو محمد مرسي، اللي كان عضو هيئة تدريس بالجامعة في قسم كلية الهندسة. سعد بنيمة يقول لسان حال الرئيس الراحل محمد مرسي رحمه الله أن يمثل كلمة لأمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله، وهي قوله: ينبغي أن تعلم أنك لا تعطى حقك إلا بعد فراق هذه الدنيا، وما دام المرء حيا فقلوب معاصريه قاسية عليه. وقول الشاعر مش واضحة عندي، أو من الأخير من مش حشم روحي من أقرأ: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتك ما زودتني زادا. مانيش عارف شنو هو الكلام اللي بنقوله، لكن اليوم ماتت أول تجربة ديمقراطية في مصر. اليوم انتقلت إلى رحمة الله أول نسائم حرية شمها الشعب المصري. والفارق الكبير جدا في الموضوع هذا أن الرئيس المصري وصل للحكم بانتخابات شعبية كاد أن هو يخسرها، يعني ما كانتش النسبة زي ما معتاد زمان في النسبات التسعينية، يعني ينجح الرؤساء العرب زمان تقدير ممتاز. مرسي مرسي لما وصل للانتخاب كان تقديره مقبول. صحيح، يعني كان الفرق بينه وبين هذا شو اسمه هو 51 وكسر كانت النسبة، النسبة يعني كانت ما بعد الفاصلة، هي هذه الفارق. الأمر اللي يدعو فعلا ل يعني شو بنقول لك، يعني الغضب شوية يا أسامة، أن الرئيس المصري كانت تسجن الشرعية وتحاكم ويدعى عليها ولا يسمح لها بالدفاع عن نفسها، والمصريين كلهم في سبات. اي ما نعرفش كلهم في سبات ولا لا مصطفى، هذا تعميم قد لا يكون دقيقا، لكن خلينا نقوله ان المصريين كان فيهم جزء كبير جدا في السجون. انت تعرف ان في عهد السيسي بنيت سجون كثيره جدا ليسجن فيها كثير من اتباع الحريه، كثير من انصار الحريه خلينا نسموهم. مصر طردت خيرة شبابها، كثير من المصريين اليوم يعيشون خارج مصر، ممن رفضوا الانقلاب على مرسي ومن رفضوا الانقلاب على الشرعية في الواقع. فالمصريون كثير منهم في السجون، كثير منهم خارج مصر، كثير منهم قتل. انت تعرف ان راه القتل تفشى بشكل غريب جدا في صفوف اخوتنا المصريين الرافضين للانقلاب.
أنت تعرف خالد سعيد رحمه الله اللي كان شرارة الثورة في مصر، كان رجل قتل في التحقيق، رجل قتل يعني في مركز شرطة ليحقوا معه من التعذيب قتلوه. اليوم مئات قتلوا بهذه الصورة في مصر، وبعض المصريين موجودين في مصر لكن تمنعهم القبضة الأمنية من التعبير على آرائهم، زي ما صاير لإخوتنا في الشرق اليوم مثلا. وعدد كبير من المصريين للأسف يرقص أمام لجان الانتخابات ويناصر هذا المجرم السفاح السيسي. فما يقدروش نحطوا المصريين كلهم في سلة واحدة هكذا ونزعم أنهم يعني باعتبارك جيت على القبضة الأمنية. خلي نقول لك يا أسامة أن في سنة 2016 تقريبا أو سنة 2017 أصدرت المحاكم المصرية في خلال شهر واحد حكم الإعدام بحق أكثر من 500 طالب جامعي، نعم، وكلهم نفذ فيهم في ذات الشهر. صحيح، يعني هذه كمية كبيرة جدا من الحقد العسكري على أي شيء له علاقة العسكري، يعني ما نقصدش أنه هو فعلا عقيدة الجيش اللي يحمي البلاد وكذا، لكن العسكري العسكرتاريا زي ما يقولوا، أو زي ما يقولوا بعض الشيابين العسكر سوسة، يعني اللي دائما عندهم فكرة الطغيان، عندهم فكرة أنهم لابد يحكموا، أن كل شيء المدنيين هذوما يعني أشخاص لا يفهموا شيء، هذوما ما همش رجال، ما بعض العقائد الفاسدة اللي كانت تدرس للعسكريين هذوما في نعم. في الـ في الـ في محاضن، هذه أنا نسمي فيها ما هيش كليات عسكرية، هذه نسمي فيها محاضن تفريغ الأفكار نعم. الفاسدة وتخريج الاستبداد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالمناسبة منظمة العفو الدولية يا أسامة طالبت بفتح تحقيق لمعرفة ظروف احتجاز الرئيس المصري محمد يعني مرسي. هذا اللي قال سعد بنيمة اليوم، لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادا. يعني اليوم حيفتحوا التحقيقات وحيشوفوا ظروف سجنه كيف كانت، حيشوفوا كل هذا الكلام، حتسمع أصوات كثيرة اليوم تترحم عليه وتنادي بالقصاص وكذا. لكن حين كان هذا الرجل في سجنه، حين انقلب عليه تقريبا كل العالم اعترف يعني بالجهة المنقلبة، بالجهة الانقلابية. فالفكرة يا مصطفى سيئة جدا في الواقع، لكن الرسالة المهمة ربما اللي تهم الليبيين في هذه القضية، أولا أنا أظن قطعا أن لو كان مرسي موجود في الحكم، لو لم يأتي السيسي الانقلابي لما استطاع حفتر أن يفعل ما فعله. يعني أنت تعرف أن حفتر يفعل ما فعله تحت غطاء من دعم السعودية والإمارات ومصر، فمصر جزء مهم جدا، مصر السيسي أقصد، جزء مهم جدا في دعم خليفة حفتر. هذا أولا. ثانيا هذه رسالة جدا للثوار يا مصطفى وللأبطال وللناس اللي ترفض الدكتاتورية، إن راهو لو سلموا سلاحهم وتركوها للطغاة لكان هذا مصيرهم جميعا. خلي نشوفه تعليق يا نعم. أسامة يصب في نفس الكلام اللي أنت كنت تقول فيه على وفاة الرئيس المصري. فرج شتاوي يقول ما كان للوضع في ليبيا أن يصل لما وصل إليه إلا عندما نجح انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي. فهل باغتيال هو يرى بأن مرسي لم يتوفى وفاة طبيعية وإنما اغتيل تكون بداية النهاية للنظام السيسي ومنه نحو طفله المدلل مجرم الحرب حفتر؟ باختصار الوضع في ليبيا مرتبط بما هو يحدث في مصر، فلذا ليس بغريب أن يتابع ويهتم الليبيون بما يحدث في أرض الكنانة. والساعات القادمة وجنازة مرسي ورد فعل الشارع المصري رغم التضييق الأمني ستحمل الكثير والله أعلم. يبدو أن أخونا فرج شتاو عند بارقة أمل في أن الشارع المصري قد ينقلب على بلحة. نتمنى ذلك في الواقع. هذه كلها أماني يعني، وإن كان أنا معجب جدا بتفاؤل أستاذ فرج. وخلي نقول يا مصطفى إن فعلا إن المسألة الوضع الليبي مرتبط كثيرا بالوضع المصري. إن والأهم من هذا يا مصطفى إن فكرة، يعني أنا يزعجني كثير من الناس اللي يقول والله هذه مصر شو ندخلنا فيها، وكأن هذا الرسم اللي رسمه سايكس بيكو مثلا هو موضوع ملزم لنا، وهذا في الواقع موضوع ساذج جدا. أنا أذكر أن يوم مجزرة رابعة كتبت تدوينة على صفحتي، فعلق لي بعض الأصدقاء يقولوا إن هذا شأن مصري داخلي ما دخلناش فيه. وأذكر أن الأستاذ أحمد المجدوب
كتب تدوينة جميلة جدا يقول وفقا لاتفاقية سايكس بيكو ما حصل في رابعة شأن مصري داخلي، لكن وفقا لتعاليم شرعنا الحنيف أو ديننا الإسلامي فهذا أمر يخصني أيضا لأنهم مسلمين. كلام جميل جدا، وربما حتى أخونا فرج الشتاء علل الاهتمام بهذا الملف، قال فبالتالي ما يحدث في مصر ليه علاقة بالشأن الليبي، وبالتالي لا أحد يستغرب متابعة الليبيين طبعا. مرسي قال الشرعية ثمنها حياتي يا مصطفى، وصدق الرجل، هو لم يتخلى عن هذا، هو فوض يعني فوض، كانت معه مفاوضات، كانت كثير يعني عرضت عليه الكثير من العروض حسب بعض المصادر ليتنازل لمرسي، ومرسي حاكم خلاص يعني، فأنت بس تنازل هيك ليكون في صورة أفضل إعلاميا، فرفض هذا وكان يعرف أن مصيره سيكون هكذا. هو اللي قال أن الشرعية ثمنها حياتي، وفعلا هو دفع حياته ثمنا لهذا يعني. بالمناسبة كان الرئيس الوحيد اللي أتى بعد أن وقعت اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، وهدد بصريح العبارة في خطاب مباشر وقال لن نترك غزة وحدها. نعم. يتحدث عن الاجتياح البري اللي حاولت قوات الاحتلال في هذه الفترة تنفيذها في شهر 12 في سنة 2000. واليوم الجلسة بالمناسبة التي توفي فيها كانت بشأن هذا، بشأن التخابر مع حماس هم يسمونها يعني، فكانت الجلسة اليوم بشأن التخابر مع حماس، وكتب أحد المدونين قال رفعت الجلسة وسينطق الحكم يوم القيامة بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغريب في الأمر أن رئيس دولة المفروض يتصل بالكل، كيف يتخابر؟ معناه توه مرسي لما عفوا قصدي بلحة لما يقول هذوم عندهم رز على الإماراتيين وغيره، هذا تخابر ولا مش تخابر؟ الله، ده رئيس دولة يبني في علاقات رزية مع الدول الجوار. هو السيسي تواصل تربط علاقات جيدة بإسرائيل، وأرسل طيارات تطفي الحرائق اللي كانت في الكيان الصهيوني، القناة الثانية الإسرائيلية كلها يوميا يشكروا فيه ويمدحوا فيه. موضوع لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما احنا خدنا الوقت مع كثرة الملفات يا أسامة، وما عطناش فرصة للناس أبدا أن نقروا أي تعليقات. المهم ناخده جزء بسيط، المخرج بندقلي بخمسة دقائق، توه الساعة 10:49 دقيقة، يعني عندنا لأربعة وخمسين. جمانة أو جمان سالم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، لو سمحتوا تغيروا توقيت البرنامج لأن مع وقت صلاة العشاء. طبعا لو بنتخذوا هذا الموضوع روح نقعد نبرم في السنة بالكامل كل مرة بتوقيت، لأن وقت الصلاة مش ثابت، يعني كل فترة معينة من السنة في توقيت معين، فشوية من الصبر وتبي تعرف موعد الإعادة. موعد الإعادة دائما تلقوه في صفحة القناة مع وقت تنزيل البرنامج. خالد عباد يقول السلام عليكم، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأخي الأستاذ أسامة في وفاة السيد مرسي العياط زعيم الإخوان المسلمين، يعزي فيك في وفاة مرسي، ويبدو أنه هو ضاق فكرة إلا على موضوع أن مرسي يمثل الإخوان المسلمين فقط. أي مسلم لم يكن زعيما للجماعة، بالمناسبة الجماعة كان لها مرشد عام، مرسي كان مرشح الجماعة ورحمه الله. بس الحاجة الثانية أن الإخوان المسلمين مش سبة، يعني مش حاجة يعني تقدح في الإنسان. أي ما نعرفش شن علاقتنا إحنا بالإخوان المسلمين. ما هو هذه قصدي، حتى ولو كان إخوان مسلمين يعني ما فماهيش. ما أنت أمس لما تكلمت على حسن البنا الراجل ده قال زيد اعترف يا أسامة بأنك من الإخوان. عموما مختار بن عبد الله يقول يا أخوي مصطفى جيب شن يقول عقيلة صالح بالنسبة لتغيير سن التقاعد والعديد من التعديلات لمصلحة المتمرد. أسامة الفيديو هذا عرضناه قبل. مصراتية حرة تقول السلام عليكم، الله يبارك في مجهوداتكم، أسأل الله العظيم أن يوفقكم، اللهم أمين. يقول رأي الخاصة كده وبقوة مع هذا القرار برغم من أن جاء متأخر، لكن الحمد لله الذي وفقهم، وإن شاء الله نشوفوا قرارات أقوى من ذلك وأخذ الحزم ضد الفتن التي تأتي من الطرف المعتدي. كانت أمس لفتة جميلة جدا من الأستاذ فايز السراج بإقفال مجال الفتن، ربي يحفظكم، يبدو أنها تلمح للمبادرة اللي أطلقها السيد فايز السراج. محمد رجب شحوت يقول اليوم اجتمع أكثر من 3/4% من أعضاء مجلس النواب الليبي وقرارهم إلغاء منصب القائد العام للجيش، خطوة صح 100%، الله الموفق. جامون يقول حفتر مجرم حرب. وفاء بن وفاء تقول السلام عليكم أخ مصطفى، الله يشيد من القلب، هل اللي صاير شباب في عز عمرهم يستشهدوا كل يوم، السراج وجماعته في آخر برود، يا ريت يزيد تضغطوا على رؤوس الدولة في حماية المدنية. يعني اللي نعرفون آخر كلام للسراج يا أسامة قال أنه يجب أن يوفر كل شيء لجبهات
القتال. نعم، والجبهات وصلها دعم مهم جدا بين أمس واليوم. يعني ربيع الخير يقول منور واجد يا أخوي مصطفى، كلامك يمسح الكبد والريان، منور بس فكنا من الدبلوماسية والطيبة. ما عادش تقعد لدبلوماسي لطيب يا أسامة. طيب أيوة. محمد يقول الشرق عندهم مطلل واحد والغرب عندهم اثنين. هذا رأي الشخصي، يشبه فينا بمطلل، لكن أعتقد أن احنا ما صفقناش يوم ضرب الطيران درنا، الطيران المصري، وقتل 13 امرأة و8 أطفال. يعني تجاوز وأقرأ لنا تعليق. عموما نعيمة تقول أكيد مفروض هذا صار منذ زمان بعيد. فوزي يقول مركزية عمل المؤسسة الأمنية جيش زائد شرطة زائد استخبارات هو الضامن الوحيد لمواجهة احتمالية طول فترة الحرب. يتكلم على الشق الأمني من المعركة اللي نحن حتى نحن على الصعيد الشخصي نشوف فيه مازال لم يرتقي لحجم المرحلة الحالية، وإن كان في جهود. نية المقاصد يقول خطوة في الطريق الصحيح، وسهير يقول والله رأي طيب لكن يبي عمل لأن القوة المعادية لا ترى لهذه القرارات وزن. ربما نأخذ رأيك في الموضوع هذا يا أسامة باش نختم به الحلقة، أن المجتمع الدولي ما ليش علاقة بالمسميات ولا بالشرعية، فقط يبحث على مصالحه زي ما قال خونا سهير. أنا مؤمن بهذا قطعا، المجتمع الدولي يتعامل مع الطرف الأقوى غالبا، وهذا في مصلحتنا حتى هذه اللحظة، لأن قوات ميليشيات خليفة حفتر تواجه هزائم متتابعة وقوات جيشنا الوطني تحقق انتصارات. شكرا لك أسامة، شكرا للسادة المشاهدين، وأعتذر لهم عن يعني خدينا وقت هلبة من وقتهم اللي المفروض يكون خاص بهم ونقروا فيه التعليقات. على أي حال راني كل يوم أفرغ في ساعة من وقتي لقراءة التعليقات كلها حتى وإن كان ما ذكرتهاش على الهواء. شكرا لكم وشكرا لتواصلكم، تصبحون على خير. شكرا لك.